السلام عليكم. غادي نخدمو جياب بالقيطان وغادي نغلفوهم من الداخل. هيو مغشين. اول حاجه كنركبو الجيب ديالنا كرانه على الكرانه. هما الكرانات باش يبان لكم الطراسي زو بالسيلو باش يبان لكم الخياطه فين نخيط. ها الكرانه حنا كنخيطو قبل من الكرانه. كرانيو على القند ستيلو مع قنيت ستيلو نيشان يعني كالكرانيو يعني تما القند ديال الخياطة. شطو القيطان كنقلبوه كويا جيب على جهة الدخلانية الخياطة كنجيبو نقطع الكرانة مع الحرف تنوليو نديرو واحد الكتورة أخرى باش الجيب والقيطان يبقى باين كاينو مع الحرف ديال القيطان. نجيب الدوبل تاني تجيب نسقوه كل خياطة غيرين معاه حنا ركبناه كويا الجيب نكلاصيو هاد البليصة كويا الجيب شدوه كويا نتسكيو بعض الخياطة باش نصيو نمشيو مع السيف الجهة الأخرى كذلك نقلاصيوهم
شي بيرصا. هذا راه كنضربو في السرجي قبل ما ندير هاد الكلاصاج، هذا كنسرجيوه باش نخيطو. نجيب الجنب الثاني ديالنا، ديال الدوفون، طيات على الجناب واحد السنتيم، نمشيو على الحرف، الحرف ديال الجيب ديال القيطان. دايما اللي براس تكون مرشوقة، ركبنا دابا. دابا غنجيبو الجيب ديالنا نديرو الجيب قدامي هوك، والخياطة نقلبو لهاد الاتجاه هذا، العكس ديال الجيب، ونطلعو بالقيطان ديالنا مع الحاشية ديال الواقية ديال الخياطة ديال الكوطيات بجوج. هنا الجويب ديالنا، ها القيطان ها هو كيجا، ها الجيب ديالنا من الظهر، نتمنى هاد الفيديو هذا تا هو يكون مفيد، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. وسمحوا لي كنت كنتعطل، راه كنكون شويه مشغول، ما تنساليش داكشي علاش. السلام عليكم.